الرئيس السيسي يواصل زيارته للنمسا لليوم الرابع. اليوم الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بالفيديو بين أطراف الأزمة اليمنية. موسكو تتهم دولا غربية بمحاولة زعزعة الأوضاع الداخلية في روسيا. العاشرة صباحا الثامنة بتوقيت غرينتش، جولة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. بداية هذه الجولة مع زيارة الرئيس السيسي إلى النمسا. إلى التفاصيل، يواصل الرئيس السيسي زيارته إلى النمسا لليوم الرابع. كان الرئيس التقى بالأمس مع كريستاليانا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك الدولي، وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد التباحث حول فرص التعاون التنموي في إفريقيا اتصالا برئاسة مصر القادمة للاتحاد الإفريقي، حيث أبدى الرئيس السيسي الاستعداد للتشاور مع البنك في سياق أي مبادرات من شأنها أن تخدم الأهداف التنموية لإفريقيا. ومن جانبها أوضحت جورجيفا أن البنك يرغب في التعاون مع مصر بشأن خططه بخصوص التمويل التنموي داخل إفريقيا تحت مظلة الرئاسة المصرية للاتحاد، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة مع البنك الدولي والتي تتم بإدارة ناجزة وبرؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط البنك المستقبلية داخل إفريقيا. أكد الرئيس السيسي متانة العلاقات التي تجمع بين مصر وسلوفينيا وحرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات. أشاد الرئيس السيسي خلال استقباله بالعاصمة فيينا رئيس الوزراء السلوفيني ماريان شاريتس بنجاح الانتخابات التشريعية الأخيرة في سلوفينيا والتي أسفرت عن انتخابات رئيس الوزراء، وأبدى الرئيس حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات خاصة التجارية والاقتصادية، وذلك لترتقي إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين ثنائيا وفي إطار الاتحاد الأوروبي. بحث الرئيس السيسي مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات سبل تطوير العلاقات الثنائية، وخلال اللقاء الذي تم بالعاصمة النمساوية فيينا على هامش القمة الأوروبية الإفريقية، ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن اللقاء شهد التوافق حول ضرورة معالجة الهجرة غير الشرعية من منظور شامل ومتكامل وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية، وتوافق الجانبان على محورية دور الجيش الوطني الليبي لتوفير الأمن ولدعم الاستقرار في البلاد. من جانبه ثمن رئيس وزراء مالطا دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط وفي منطقة البحر المتوسط، وثمن على جهود مصر في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
هذه الزيارة هي نقطة انطلاق لمزيد من العلاقات بين البلدين. النهاردة بلقائنا ده والاتفاق على ان احنا نعقد اللجنة المشتركة خلال العام القادم 2019 حتى يتم صياغة الموضوعات اللي احنا هيتم التعاون بين البلدين فيها. تكلمنا عن التعاون في التعليم والتعاون في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصناعية اللي ممكن نعملها بين البلدين، وتكلمنا في الموضوعات الخاصة بالمشاكل الموجودة في المنطقة. في توافق كبير جدا على ان احنا الاستقرار والامن في منطقة المتوسط وفي الدول اللي هي بتشهد مشاكل مهم جدا جدا ان هذه الدول تستقر وتعود مرة اخرى. يعقد مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي غدا اجتماعا في بروكسل لمراجعة وتقييم التقدم الناتج عن تنفيذ أولويات الشراكة بين الطرفين. ذكر المجلس الأوروبي في بيان له أن الاجتماع سيعقد برئاسة وزير الخارجية سامح شكري ومفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغوريني. يناقش مجلس الشراكة عددا من الموضوعات، من بينها تحديث الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية الحالية وأمن الطاقة والبيئة وتغير المناخ، إضافة إلى تسوية الأزمة الليبية. أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم أن التعليم يعد أساسا لحل كل المشاكل التي نعاني منها. وخلال كلمتها بختام مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم، أشادت وزيرة الهجرة بالروح الوطنية وبالحماس التي تحل بها جميع المشاركين في المؤتمر. كان المؤتمر قد أوصى في بيانه الختامي بالاستعانة بالخبراء والعلماء المصريين في تقييم المؤسسات التعليمية والمناهج وطرق التدريس وزيادة الاهتمام بالتعليم الفني قبل الجامعي والجامعي ودراسة الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل المحلية. أهمية الموضوع، موضوع التعليم، وزي إنه هو أساس لحل كل مشاكلنا، عشان كده إحنا عايزين أكتر وأكتر. من يومين ما يكفيش إن إحنا نتحاور ونتبادل الآراء ونقول التوصيات، الموضوع كبير. والحاجة التانية، السبب التاني، إنه في إرادة شعبية، يعني العلماء اللي أخذوا من وقتهم علشان يجوا ويدوا من خبرتهم لمصر، كل الحضور من السادة الوزراء اللي كانوا موجودين معنا امبارح، من أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، من أطفال الشهداء، من أطفال الجيل الثاني والثالث في الخارج، من مجلس النواب اللي مشرفنا في الحضور في كل الجلسات، من رجال الأعمال. يعني الحقيقة كل شرايح المجتمع موجودة علشان عايزة تساعد الدولة في الاستراتيجية الجديدة ومنظومة التعليم الجديدة، لأن في إيمان وفي رغبة بتطوير هذه المنظومة اللي هي الحقيقة مش هتتطور وتقف، لا، هي هتتطور وتتطور وتستمر في التطوير، لأن احنا لازم ان احنا نواكب كل التغيرات اللي بتحصل. بعد جلسات حافلة على مدار يومين ناقشنا فيها أهم تحديات التعليم الأساسي والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وناقشنا أيضا مبادرات وأفكار وسياسات واستراتيجيات عديدة تهدف جميعها ليس فقط إلى وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة في هذه المجالات، ولكن أيضا في جعل مصر قبلة للباحثين عن تعليم متميز. السادة الحضور، لقد أعلن سيادة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2019 هو عام التعليم، وها هو مؤتمر مصر تستطيع بالتعليم يلبي نداء رئيس الجمهورية، ويختتم فعالياته بتوصيات تدعم تحرك مصر نحو اقتصاد مبني على التعليم ونحو بحث
بحث علمي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونحو منظومة تعليمية متكاملة تلبي رؤية مصر 2030. الهدف منه زي ما قلت ان احنا نعمل قاعدة بيانات حقيقية لعلمائنا في الخارج، لان دول ثروة قومية لازم نستفيد منها. بنعمل ليه قاعدة بيانات عشان نقدر نتصل بيهم، نقدر نوصلهم بالجامعات ومراكز البحوث عشان يبقى في ابحاث مشتركة ومشاريع بحثية مشتركة تطلع بنتائج تخدم مشاريعنا القومية وتحل مشاكلنا. نقدر نستفيد بيهم في تطوير الانتاج بتاعنا في المجال الصناعي والزراعي وغيره. وزي ما قلت المصري يحب يخدم بلده، يعني انا في شركات بتستفيد او بتستخدم خبراء اجانب، الاجنبي مهما كان جاي بياخد فلوس عشان يؤدي مهمه ويمشي، انما المصري جاي عايز يخدم بلده، حاسس بمشاكلنا، عارف الثقافه بتاعتنا، فهتلاقيه بيدي اكتر. شهد التصنيف الائتماني لمصر في عدد من الوكالات المتخصصة في هذا المجال تحسنا عام 2018 مقارنة ب 2014 لتصبح مصر في موقف ائتماني أقوى. المزيد في سياق العرض الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء. وثلاثون ألف متر مكعب من المياه النقية ستضخها يوميا محطة مياه سوهاج الجديدة التي افتتح الرئيس السيسي المرحلة الأولى منها، والتي تكلفت ما يقرب من 180 مليون جنيه كواحدة من مشروعات تنمية الصعيد. توافر مختلف الخدمات الأساسية يعد ملمحا مميزا لسياسة مصر في إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن لهذه المجتمعات الاستمرارية والنمو والمساهمة بفعالية في إعادة توزيع الكثافات السكانية التقليدية في الوادي الضيق. وفي إطار التوجه القومي للدولة لتنمية محافظات ومدن الصعيد، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من محطة مياه سوهاج الجديدة، والتي أقيمت على مساحة 21 فدانا بتكلفة إجمالية 180 مليون جنيه. المحطة مصممة على مرحلتين، المرحلة الأولى 35 ألف متر مكعب. المرحلة الأولى المفروض بتغذي الكتلة السكنية اللي هي المدينة كتلتين، في كتلة سكنية القديمة اللي هي 2500 فدان أو 2420 فدان، في الكتلة بعد كده التوسعات الجنوبية دي 9900 فدان. المحطة متصممة أو المرحلة الأولى متصممة عشان تغذي المرحلة الكتلة القديمة اللي هي 2400 فدان. تبلغ الطاقة الانتاجية لمحطة مياه سوهاج الجديدة 35 ألف متر مكعب في اليوم الواحد من المياه النقية المطابقة لأعلى معايير الجودة، والتي ستظل بعد انتهاء المرحلة الثانية إلى 70 ألف متر مكعب في اليوم. المحطة تكون من عدة منشآت، منها مبنى المروجات ومبنى المرشحات ومبنى الخزان الأرضي ومبنى الترمبات والكلور ومبنى الشبة ومبنى المولدات ومبنى الإدارة. وتتكون المحطة من عدة مراحل متتالية، أولها مأخذ للمياه العكرة يمتد إلى مسافة 212 مترا داخل نهر النيل لينقل مياه النهر إلى محطات طرمبات المياه العكرة، ثم عملية الترشيح من خلال ثمان مرشحات رملية أوتوماتيكية سريعة تغذي ما يعرف بطرمبات وأحواض المياه الرائقة، ثم خزانات الغسيل وصولا إلى منظومة الشبة والكلور، وانتهاءا بمعامل المعايرة وقياس الجودة للمياه التي يتم ضخها للمستهلك. المحطة بتخدم في حدود 169 ألف نسمة في المدينة، المنطقة الجنوبية اللي هي مقام عليها المدينة حاليا
تمام، ونطاق الخدمة برضو بيخش معنا الجامعة، جامعة سوهاج الجديدة. هذه المرحلة من محطة مياه سوهاج الجديدة تغطي إلى جانب متطلبات جامعة سوهاج جميع احتياجات مدينة سوهاج الجديدة وتوسعاتها الشمالية كواحدة من المشروعات القومية التي توفر البنية الأساسية التي تعد ضرورة حتمية لإنجاز مشروعات التنمية المستدامة. بالرغم من قصر الفترة الزمنية التي مرت على بداية المشروع، أبناء الجيل الأول من المدارس المصرية اليابانية يحققون نتائج مميزة في استجاباتهم لأنظمة المدرسة اليابانية التي تقوم على تجربة التعليم الياباني وتتيح للأطفال وللمعلمين المساحات الكبيرة من الإبداع والابتكار. تيتا رندا تصحب اليوم عمر ابن محمد ابنها لتقضي معه يوما في مدرسته بصحبة طيبة من الجدود والجدات في يوم الوفاء الذي استحدثته وتميزت به المدرسة المصرية اليابانية بالسويس. تجربة جديدة، تجربة مميزة، يوم جميل جدا، مختلف، فاصل بين الشغل والدوشة، وبيقضي اليوم مع الحفيد بقى، فطبعا له تأثير جميل جدا نفسي على الواحد بصراحة. وبعدين ما شاء الله في جديد في المدرسة، أنا جيت هنا أكتر من مرة على فكرة، كل مرة باجي ألاقي في جديد، يعني فعلا في تغيير في شغل، في تغيير في السلوكيات، في عادات كويسة. وحدك لن تصنع شيئا، فالقوة الحقيقية تكمن في التعاون والمشاركة، وهي إحدى القيم التي ترسخ لها تعاليم التوكاتسو التي تقوم عليها التجربة اليابانية. هو احنا عندنا في المنهج الياباني بيأكدوا علينا على الترابط الأسري والناحية الأسرية جامد جدا، وبرضو في المنهج الجديد بتاع 2.0 اللي هو الوزارة عاملاه جديد في درس كامل عن الترابط الأسري، فأنا فكرت ان احنا كنوع من أنواع رد الجميل، كنوع من أنواع لبسة الوفاء، ان احنا نجيب تيتا وجده يقضوا اليوم مع أحفادهم ويشوفوهم على الحقيقة بيعملوا ايه ويمارسوا معهم الأنشطة المختلفة كنوع من التغيير. الرعاية الصحية اليومية وتعليمات النظافة والتعليم باللعب وممارسة الفنون والألعاب الرياضية التي تنمي العقل والجسد معا، أنشطة لا منهجية تساعد في تعديل سلوك الطفل ليكون إيجابيا وفعالا ومسؤولا. التجربة اليابانية نفسها هي تعديل سلوك الطفل وجعله شخص في المستقبل أكثر رقي وأكثر تحضرا، وكمان يكون إن هو قادر ينشئ شركات بنفسه وينشئ مشاريع خاصة لي. ده الرؤية 2030 احنا نفسنا نعملها واللي هنعملها إن شاء الله، لأن الأطفال دلوقتي حتى من كيجي هم معتمدين على نفسهم مسؤولين غير أي مدرسة مختلفة أو بره، فاحنا بنعود أطفال من دلوقتي على كده إن هم يكونوا مسؤولين بنفسهم على كل حاجة في جوه الكلاس كأنه بيتهم التاني. هنا لا يتشاجر الأطفال للحصول على شيء، بل يقومون بتوزيع هداياهم عن طيب خاطر ويتقبلونها بسعادة، ويعلمون جد وتيتا أن يفعلوا مثلهم. أنا مبسوط طبعا، أما شفت المدرسة اتبسطت، منظر جميل ومعاملة حلوة والناس حلوة كلها وحاجة ماشية حلوة الحمد لله. تجربة هايلة، أنا يعني مبسوطة جدا، وأول يوم أجي هنا بس انبهرت بالمكان وزملاء وكل حاجة فيها حلوة أوي. لا ينتهي اليوم قبل أن يشارك جد وتيتا أحفادهم الطعام في مطعم مدرستهم المميز. أنا مبسوطة عشان تيتا وجد معي في المدرسة، ليه جدة ترقف فيه حنوما علي من أبي، كل شيء سرني تصب فيهم مذابي. ليسوا وحدهم أبناء المدرسة المصرية اليابانية في السويس من يستمتعون بهذه التجربة الرائدة. تيتا رندا وأصدقائها الجدد استمتعوا كثيرا قبل أن يلتقطوا الصور التذكارية ويغادرون. بلادي 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 لك حب. أخيرا شرف مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريق الكباش بالأقصر على الانتهاء،
والذي توقف العمل فيه عقب ثورة 2011 قبل أن تستأنف الدولة العمل به في 2017، حيث يمثل طريق الكباش الممتد لقرابة 3 كيلومترات بين معبدي الكرنك والأقصر يمثل معلما أثريا ذائع الصيت عالميا. خطة وزارة الآثار تجمع بين العمل على الاكتشافات الجديدة جنبا إلى جنب مع صيانة وترميم المواقع الأثرية والتاريخية القائمة، وذلك ضمن استراتيجية الدولة للحفاظ على تراث مصر التاريخي عبر مختلف العصور وتعظيم المردود الاقتصادي محليا واستثمار قوة مصر الناعمة إقليميا وعالميا. طريق الكباش الذي يعد أحد المعالم الأثرية ذات الشهرة العالمية يخضع حاليا لخطة صيانة وإعادة تأهيل سيكون بعدها نموذجا للمزارات الأثرية المفتوحة، مما يسهم بقوة في إثراء الخريطة السياحية المصرية. طريق الموكب الكبرى اللي هو طبعا معروف عند الناس كلها باسم طريق الكباش، ده يعتبر من أحد أهم المعالم الرئيسية لمدينة الأقصر. بتجرى أعمال التطوير طبعا الفترة اللي فاتت دي وحاليا من أجل افتتاح الطريق للزيارة في أقرب وقت ممكن. أعمال التطوير بتساهم فيها طبعا وزارة الآثار بالإضافة إلى محافظة الأقصر والشريك الأساسي طبعا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بتشمل أعمال التطوير تحديد مسار الزيارة وإحاطة الموقع بأسوار علشان تحديد المكان نفسه، بالإضافة لعمل مداخل ومخارج للموقع اللي هو طبعا على امتداد حوالي إجمالي أطول الطريق حوالي 2700 متر من معبد الكرنك شمالا لمعبد الأقصر جنوبا. مشروع إحياء طريق الكباش يشهد تعاونا بين وزارة الآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تتواصل الأعمال الفنية المختلفة على امتداد الطريق الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700 متر وعرض 76 مترا. طبعا الطريق حاليا يعتبر بالناحية الأثرية طبعا تحديدا سنة 1949 كان في عالم أثري كبير خالص اسمه زكريا غنيم كان بيقوم بعملية تنظيفات وأعمال حفائر أمام الصرح الأول لمعبد الأقصر، وفي أثناء الحفائر تم العثور على تماثيل تحديدا 8 تماثيل الخاصة بطريق الكباش. مشروع إحياء طريق الكباش رغم انطلاقه قبل 13 عاما واجهته العديد من العقبات المالية ما أدى لتوقف العمل به في 2011، وبعد انتهاء المراحل الانتقالية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير نجحت الدولة في توفير الاعتمادات اللازمة، حيث شهد عام 2017 استئناف صيانة وتجديد الطريق في ظل نظرة شاملة للعناية بثروات مصر التاريخية. الطريق طبعا ده من أحد أهم المعالم الرئيسية لثيبة القديمة، كان هو الغرض منه الاحتفالات الكبرى اللي كانت بتتم عند أيام مصر القديم اللي كانت بتمتد من معبد الكرنك شمالا لغاية معبد الأقصر. طريق الكباش يتميز بشكله الفريد من خلال 1200 تمثال لكبش الرابض والذي يرمز للإله أمون، وعلى الرغم من أن المثال المصري القديم نحت كل كبش من كتلة صخرية مستقلة فإنها جميعا تتسم بالتطابق في أدق التفاصيل، ولهذا فمشروع تطوير الطريق يعد من أضخم المشروعات في القطاعين السياحي والأثري بمحافظة الأقصر، والمخطط لانتهاء منه خلال العام المقبل. تعقد اليوم الأمم المتحدة اجتماعا بين أطراف الأزمة اليمنية عبر دائرة فيديو مغلقة لبحث سحب جميع القوات من مدينة الحديدة وثلاثة موانئ بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي. المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قال إن هذا سيكون الاجتماع الأول للجنة تنسيق إعادة الانتشار، اللجنة التي تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات. بحث وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم مع المبعوث الأمريكي الخاص للتحالف الدولي بريت ماك جورك التعاون لتنشيط الاستثمار في العراق والمساهمة في إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش. قال بيان صادر عن وزارة الخارجية العراقية
إن الحكيم وماك جورك استعرضا أهم التطورات الأخيرة في محاربة داعش وجهود التحالف الدولي في مناطق غرب العراق والحدود مع سوريا. لفت مبعوث الرئيس الأمريكي إلى أهمية التشاور الدائم بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وفي عدد من القضايا أيضا الدولية. يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة اليوم لمناقشة اتفاق حزب الله التي كشفت عنها قوة الأمم المتحدة في لبنان مؤخرا، وهذا الاتفاق بشأن أنفاق حزب الله وهي أنفاق بين لبنان وإسرائيل بالقرب من الخط الأزرق. يأتي انعقاد الجلسة بناء على طلب من إسرائيل والولايات المتحدة، وستركز على مناقشة انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي تم تبنيه في نهاية حرب لبنان الثانية عام 2006، ويتضمن القرار قيودا على تسليح حزب الله. أعلنت الإمارات عن استضافتها للمؤتمر الخاص بالمصالحة الأفغانية بين طالبان والولايات المتحدة، وذكر في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الأفغانية وإعادة الأمن والاستقرار لأفغانستان، مشيرة الإمارات إلى أن المباحثات التي تمت بمشاركة سعودية وبحضور باكستان استمرت على مدار يومين في أبوظبي وأسفرت عن نتائج إيجابية ملموسة لكافة الأطراف، وأنه سيتم عقد اجتماع لاحق في أبوظبي لاستكمال عملية المصالحة. اتهم مجلس الأمن القومي الروسي دول الغرب بعدم الكف عن محاولة زعزعة الأوضاع السياسية الداخلية داخل روسيا، وقال المجلس إن الأحداث الأخيرة أظهرت أتباع الغرب وكذلك سياسة الكيل بمكيالين بحق روسيا، وأن الغرب لم يعد كيانا واحدا. هكذا نختتم هذه الجولة الإخبارية وهذه هي العناوين. الرئيس السيسي يواصل زيارته للنمسا لليوم الرابع. اليوم الأمم المتحدة تعقد اجتماعا بالفيديو بين أطراف الأزمة اليمنية. موسكو تتهم دولا غربية بمحاولة زعزعة الأوضاع الداخلية في روسيا. للمزيد من الأخبار تابعوا الموقع الإخباري extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.